نضع حجر أساس أول منطقة تجارية متعددة الأغراض على أرض كفر الشيخ. هذه المنطقة الحق يقال موقعها متميز جدا، وسوف يكون فيها أكثر من نشاط، من أولها حوالي 30% منها نشاط تجاري، حوالي 30% نشاط لوجستي. ولما بنقول لوجستي معناه مخازن وأجهزة تعبئة وترتيبات بحيث نحافظ على المنتج بصورة جيدة في المراحل المختلفة في التداول، ثم منطقة ترفيهية، ثم كذلك منطقة خدمية. جديدة للاستثمار تسهم في نقلة نوعية للمواطن بمحافظة كفر الشيخ. طبعا احنا النهاردة انا هتكلم من القلب بكلمة مرتجلة سريعة عشان انتوا سمعتوا كلام كتير، بالرغم من الوعود بان الكلمات هتبقى قليلة، لكن انا فعلا هلتزم انها تبقى قليلة. الحقيقة احنا النهاردة بنحتفل ب حدث تاريخي لمحافظة كفر الشيخ، إنشاء المنطقة اللوجستية اللي بقالنا بنشتغل عليها ما يزيد من عام بالتنسيق مع كل جهات الدولة، وعلى رأسها وزارة التموين الزميل العزيز مساعد الوزير للتجارة الداخلية، بحضور نجوم من السادة الوزراء، سيد معالي وزير التموين، معالي وزير التنمية المحلية، معالي وزيرة الهجرة، وأيضا معالي وزير المحافظ الغربية الزميل العزيز. حقيقة هو حدث تاريخي يستحق أنه يخرج بصورة أكثر من كده كمان، لأنه كان أمل لينا بأن فترة حتى تخصيص الأرض من فخامة الرئيس. الموقع فريد ومتميز، بيقع في وسط منطقة كلها تحت التطوير حاليا، الموقع يجاوره منطقة التنمية، المركز التنمية الشبابية اللي منشأ بتوجيه فخامة الرئيس، اللي هيحوي عديد من الأنشطة الرياضية وحمام سباحة أولمبي، الموقع يجاوره الجامعة، يجاوره كوبري علوي للربط ما بين طريق محور دسوق كفر الشيخ، طريق الدائري صبري القاضي، عشان المدينة بالكامل تبقى حواليها طريق دائري غربي وطريق دائري شرقي اللي هو أبو عمر وعسكر اللي شغالين فيه حاليا. أيضا يجاوره المشكلة التانية اللي كانت تنتقص من كفر الشيخ وهي مشكلة الإسكان، في تجمعين سكنيين ضخمين بيتبنوا بتوجيهات فخامة الرئيس بمعرفة الهيئة الهندسية، الحقيقة 109 برج في الغرب و33 برج في الشرق، بإجمالي 15,000 وحدة سكنية، تجمع ضخم جدا يحتاج خدمات لوجستية. الموقع الفريد للمنطقة اللوجستية هيخدم
مش عايز اقول المكونات تاني، بالرغم انها مكونات عبارة عن مكونات تجارية لسلاسل ومكونات استثمارية وترفيهية وتعليمية وطبية، خدمات متنوعة لخدمة مواطن كفر الشيخ اللي كان بيذهب إلى المحافظات المجاورة زي طنطا والمحلة وخلافه لتأدية تلك المتطلبات. أيضا وهو مهم جدا إن المنطقة بتخدم منطقة الجامعة، والمنطقة بجوار مسار العائلة المقدسة، احنا عملنا طريق مستحدث لربط التجمعين السكانيين سواء الغرب أو الشرق بالمنطقة اللوجستية بمنطقة التنمية الشبابية، حتى الطريق الدولي موجودة اللي هو طريق الدولي اللي سيادتكم بتدخلوا منه سواء من القاهرة أو امتداداً لطريق المحلة. وبالتالي غيرنا منظومة النقل والحركة والمنظومة التجارية. لكن أنا الحقيقة اللي بيسعدني في المشروع العملاق اللي اتعرض على سيادتكم إنه ناتج من أخونا المهندس أشرف دوس، وهو أحد زعماء المهجر، إنه مهتم بالعودة للجذور ويخدم أبناء الجمهورية. أنا يهمني جزء كفر الشيخ في 30,000 فرصة عمل هتتوفر، هيعمل نشاط تجاري واستثماري في كافة الأنشطة، ده هيعمل تنشيط للحركة التجارية، تنشيط للخدمات الترفيهية للمواطنين اللي كانوا بيحتاجوها، ده مع المنطقة اللي في مدخل المحافظة أمام الجامعة اللي بتقوم بيها أحد الشركات الوطنية، هيعمل انفراجة غير عادية اللي ابتدت بمحطتين وقود حاليا، هيعمل انفراجة مع أيضا مناطق لوجستية أخرى على نطاق أصغر. أتمنى أن احنا ننتهي من المدة الزمنية للبناء في أقل من 24 شهر المحددين. أنا واخد وعد أن احنا هنفتح مرحلة أولى تقريبا بعد، أقول يا أشرف بيه، بعد 12 شهر. ده وعد علني. أتمنى أن الكلام ده يا فندم يبقى المواطن يحس بيه سريعا في عهد الجمهورية الجديدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أتمنى للجميع الخير، وكده ننهي عشان انتوا أجهدتوا من الكلمات. شكرا جزيلا.